السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمرو وسام من قناة بيس. شباب طبعا معليش، هذا هو الشرح حق المرحلة الرابعة اللي المفروض أسجل لكم إياها وأنزلكم إياها، لكن صارت مشاكل، الصوت مو موجود، فبصراحة مو حلو أني أنزلها بدون صوت، بس حبيت أني أشرح عن الحلقة. إذا تبوني أعيدها مرة ثانية وأنزلها لكم فقولوا لي بالكومنتات، اكتبوا لي بالكومنتات انكم تبون تشوفون المرحلة، وان شاء الله راح اعيد لكم اياها، لكن ما بعيدها الحين. ليش؟ لان بصراحة يعني شلون اقولكم، خلاص تعرف وين الخرشات، تعرف ايش لازم تسوي، ف يعني بصراحة مو حلوة اني اعيدها. المهم خلونا ندخل على اللعبة على طول واشرح لكم ايش صار فيها. زي ما انتم شايفين يا شباب، في البداية انت شايف نفسك في حمام، حلو هذا، فكل اللي عليك تسويه لازم تطلع من هذا الباب. طبعا انت لما تطلع من هذا الباب، حلو، ايش اللي يصير؟ تيجي قدام هذه الشاشة زي ما انتم شايفين. هذه الشاشة يا اخوان تعلمك ايش لازم تسوي في كل مرحلة. طبعا هذه المرحلة، حلو، من 6 للواحد، يعني من رقم 6 لواحد. قبل كانت من 12 للستة، الحين من 6 لواحد، لازم تمشيهم بالعكس. فهذا الشاشة زي ما قلت لكم انها شو يسمونها، تعطيك الخطوات حق المرحلة، مثلا الرقم هذا، يعني رقم 6 تعطيك ايش لازم تسوي. فكانت سريعة رقم 6، ان لازم على طول تمشي عادي، تطلع الفوق تضحك البنت وترجع لتحت، يجيك هذا الوحش. هذا الوحش الله لي وفقه فجرني انا وخلود، والله معليش يا خالد انا اتاسف لك، الحلقه طلع فيها غلط وزي ما انتم شايفين ما فيها صوت وبصراحه تقهر، بس يلا ما عليه. المهم هذا الوحش اللي لازم تفقع منه في المرحله الرابعه. دخلت باب الحمام، كل شيء تمام. انت لما تخلص كل ساعه، لما تخلص اغراضك على طول تروح لهذا على باب الحمام هذا، تدخل خلاص خلصت الساعة، ترجع تلقى ساعة ثانية، فهمت؟ فكنا احنا 6 الحين، حلو، صارت 5 زي ما انتو شايفين، هذه الخمسة. لازم انك تجمع اشكال الدمى اللي هم شيكا، باني، فريدي، فوكسي، ايوه، كل واحد لازم تجمع له غرض، اللي هو فوكسي المنجل حقه، باني اللي هو الجيتار حقه، زي كذا، عرفت شلون؟ فهنا تجمع الأغراض. طبعا طولنا فيها كثير لأنها كانت جد صعبة. المهم أيوة شايفين هنا، كل غرض جمعه لازم تحطه في هذا الفاير بليس، عشان لما تجمعهم الأربعة يحرقهم كاملين وخلاص تخلص المرحلة طبعا اللي هي الساعة، وتدخل على الساعة اللي بعدها. الساعة 4 إيش لازم تسوي؟ الغاز، نظامها لغز، كيف؟ شايفين هنا في أرقام وبنفس الوقت في أشكال. أنت إيش اللي عليك تسويه؟ لازم يعني تبدأ من الشكل الأول، ومن ثم تنتهي، يعني تبدأ من اللي يكون الحالة ثم تنتهي باللي متجمعين مع بعض. يعني رقم 9 فوق فيه بس فوكسي، فهو تبدأ اللي فيه، بعدين تنزل على اللي تحته وهكذا. طبعا شايفين هذا الوحش، يقول لك هنا انك لازم تطالع عليه، اذا شلت وجهك عنه بيقعد بيجيك يعني وبيقتلك. نظام ايميلي وانس تو بلاي اللي يتذكر اللعبه هذه. ايميلي ايش كانت تسوي؟ اذا طالعت فيها تظل واقفه، اذا لفيت وجهك تيجي تقتلك، فهمت شلون؟ فهذا نفس الشيء. فهنا اللغز الثاني، شايفين هذه الصوره؟ هذه اللي على اليمين، هذه يا اخوان حاطين 4 صور، صوره فريدي، فوكسي، شيكا، وبني، بس حاطين تحتهم شكل هدايا. نفس الشغلة، تبدأ من الهدية الأولى وتنتهي بالأربع هدايا. طبعا كيف؟ في عند الأزرار، شوف شايفين هذه الأزرار يا إخوان، معطيكم ألوان، حلو، اللي هو 1 و2 و4 و5، حلو. أنت تبدأ من رقم 1 اللي هي الهدية الأولى، تنتهي بالهدية الرابعة. فكان شيكا هدية واحدة، فوكسي هديتين، فريدي 3 هدايا، بني 4 هدايا، فكانت أصفر يعني 2 5 4 1، أصفر أحمر بني أزرق، عرفت شلون؟ وتفتحها زي ما أنتم شايفين هنا، ضغطناهم فتح معانا. طيب لما تدخل الحمام هنا الساعة الثالثة يا أخوان،
هنا ايش اللي عليك تسويه؟ بس انك تركض. اهم شغلة لا تطالع وراك، اذا طلعت وراك راح يجي ويقتلك طبعا. اذا انتوا شايفين في تشويش شوي فهذا غلط من التصوير، عشان كذا ما قدرت اعدل في الحلقة، هذا اللي خلاني اشرح لكم اياها شرح. الحين الساعة 2، الساعة 2 هنا يبدأ الهارد مود. الهارد مود في الحلقات الماضية لو شفتوا في نغمة صوت تطلع كذا فجأة ويصير اللون باهت، وعرفت شلون؟ هذا هو الهارد مود. فكانت الساعة 2 وبدأ الهارد مود. طبعا هنا وقفت الفيديو الأول لأن تقريبا صورنا ساعة 40 دقيقة، الكاميرا خلص الشحن فيها ورجعنا بعد 3 أيام نصور الحلقة اللي بعدها. حلو؟ فخلوني أشغل لكم المقطع الثاني وشوفوا إيش صار. أيوة، لو سمعين الحين في صوت، عرفت شلون؟ بس بوطي الصوت أنا لأنه مرعب، عرفت شلون؟ لكن بحط لكم إياه بصوت عالي عشان تعرفوا، عشان تنخرشون يعني. في هذا المقطع تقريبا صورنا 13 دقيقة، فالصوت كان موجود لأنه كنت مشيك على الصوت وكل شيء في الإليجاتو، لكن المقطع اللي قبله ما شيكت على الصوت وهذا كان الغلط. راح أسمعكم طبعا نبرة صوت الوحش، بصراحة مرة مرعبة، صارت أشياء كثيرة غبية الزبدة شوفوا أنتوا. المهم خلوني أقولكم إيش لازم تسوي في هذه الساعة. في هذه الساعة تقريبا الوحش هذا اللي شفتوه، حلو، في 4-5 منه، 4 يطلعون، 2 يتحركون و2 يظلون واقفين، والخامس يطلع لك بعد ما تفتح الباب. شوفوا الحين انتم بتفهموني، سامعين النغمة؟ في نغمة صوت، سامعينها؟ المهم هذا اللي هناك اللي بوجهه على طول هذا يتحرك، اللي وراه اللي منورة عليه اللمبة الحمراء ما يتحرك، هذا بعد يتحرك، شايفين هذا يتحرك، عرفت شلون؟ فانت كل ما يعني ما اعطيته يعني، شفت شايفين كيف يجونك؟ اذا ما اذا لفيت وجهك يجونك، عرفت شلون؟ المهم وانا قاعد ارجع وعلى اساس انهم 3 شوفوا ايش صار. بالضبط، ايش رايكم بالصوت؟ هذا بالضبط اللي صار معاي وانخرشنا خرشه. ان شاء الله بحط لكم مقطع يعني كذا شكلي وانا انخرش انا وخالد. في واحد وراك. خلونا نكمل. هذا الباب اللي لازم تفتحه على يمينك. انا ايش سويت؟ جيت وقفت هنا على اساس اني اكشفهم كلهم في زاوية وما يجوني، وعلى طول اطلع من الباب وامشي. فشوفوا ايش صار. بالضبط يا عيال، هذه الصرخة اللي صارت، اقسم بالله انخرشنا خرش انا وخالد ما يعلم فيه غير ربي. راح تشوفون باذن الله. طبعا احنا لما وصلنا هنا فتحنا الباب، حلو، شوفوا وين طلع الخامس، شايفينه؟ يطلع بعد ما تفتح الباب يطلع كذا جنبك، يا سبحان الله. المهم شوفوا ايش صار معنا. طبعا هنا انا وخالد شلنا السماعات وقمطنا، قلنا خلاص راح نخسر بنعيدها مرة ثانية. شوفوا ايش صار، وقف الوحش جنب بالضبط. شوف البق الغبي اللي هو كذا غلط في اللعبة ولا ما ادري كيف، يمديك تدف الوحش. اذا انتم شايفين يمديك تدف الوحش، شوف كيف دفيته. وطبعا طلعت وفزت. هذه اللي هي الساعة الأخيرة. الساعة الأخيرة ما فيها شيء، بس نظام إنك تمشي توصل للباب اللي يطلعك. دخلت الباب وفزت اللعبة طبعا. بس هذا كان الشرح حق المرحلة، وبصراحة معليش يا عيال كان غلطي، والله أنا جد آسف، جدا آسف إنه كان في غلط في الحلقة، وإن شاء الله الجاي أحسن وأتعدل، وإن شاء الله أني ما أكون يعني هامل للدرجة هذه، وإن شاء الله المقاطع الجاية كلها بصوت. بس لا تنسوني من دعمكم، لايك سبسكرايب شير. إذا تبوني أختم المرحلة مرة ثانية وبصوت وكل شيء قولوا لي في الكومنتات، بإذن الله راح أختمها
واجيب لكم اللعبه كامله. بس كان معاكم عمرو عصام من قناه تي بي اس. بيس.